أفاد مصدر أمني بأن قوة من استخبارات وزارة الداخلية اعتقلت نقيب صيادلة العراق غربي بغداد. وقال المصدر أن قوة من استخبارات وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية في منطقة المنصور غربي العاصمة، أسفرت خلالها عن اعتقال نقيب صيادلة العراق مرتضى مطر شجر من منزله الواقع بالمنطقة، مضيفا أن اعتقال النقيب جاء وفقا لأحكام القرار 39 لسنة 1994.